بإذن الله رسميا 100%. يعني كان فسخ العقد بالتراضي. نشكر مواسع العمل اللي قام به، ونتمنى له كل التوفيق في مشواره الكروي، وبالنسبة لقدوم شحاتة يعني كان يعني اختير لعدة أسباب، يعني منها الخبرة الإفريقية، منها الشخصية القوية، منها خبرة كبيرة، مدرب قوي من الناحية التكتيكية، بارماريس طريريش خرج نظن مرتين أحسن مدرب في إفريقيا. تكلمنا وما كانتش المفاوضات واعرة، وعجبته الفكرة وفرح انه يجي يعمل في الجزائر.